والصلاة والسلام على نبينا جاءنا بالبركات وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والخيرات وعلى من اهتدى بهديه وسن بسنته ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وقفت في الفقر آخر الصلاة في رجال كملتوها الصلاة في جو الكعبة. الصلاة في جو الكعبة. قال المؤلف رحمه الله حفظه الله: يمنع الفرض في الكعبة أو في الحجر وتعاد في الوقت الضروري وهو في الظهرين للإسفرار. دليل المنع قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني صلاة الفرض في جوف الكعبة في المذهب المالكي ممنوع، أي تمنع الصلاة الفرض ليست النافلة، الفرض داخل الكعبة، داخل الكعبة ممنوع أي محرم. استدل علماء المالكية بالحرمة من كتاب الله سبحانه وتعالى من قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال: والشطر الجهة، فيجب على المصلين أن يكونوا مستقبليها. وإذا كان المصلي داخل الكعبة فإنه لا يمكنه إلا استقبال بعضها، يعني إذا كان الإنسان داخل الكعبة، داخل في المربع داخل الكعبة، إما أن يتجه لجدار واحد أو الاثنين، أما إذا كان خارجها فهو متجه إليها، وإن كان لبعضها فهو بكلية. فهو بكلية شو معناها؟ معناها الإنسان نحن مأمورين بماذا؟ مأمورين بالصلاة تجاه ماذا؟ تجاه الكعبة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يعني أن الكعبة عندما نتوجه إليها تلك هي مصلانا وتلك هي قبلتنا. أما من أراد أن يصلي داخل الكعبة فإنه لا يجوز له أن يصلي ماذا؟ الفرض. الفرض ممنوع في مذهب المالكي. واضح. أول استدلال وهو من كتاب الله سبحانه وتعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي تجاهه. واضح؟ واضح المسألة الأولى. كذلك الاستدلال الثاني عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: أخبرني أسامة قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث أخرجه البخاري في الصلاة باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الحج باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث نستفيد منه أنه لم يصلي داخل الكعبة، وإنما دخل للكعبة ودعا لله سبحانه وتعالى ثم خرج. فلما خرج صلى ركعتين قبل ماذا؟ قبل الكعبة، وقال: هذه هي قبل. فهمت أم لا؟ شكون شفاء الحاجة؟ مفهوم؟ لا. قال: ويكره النفل المؤكد كالوتر والعيدين والفجر في الكعبة. لهنا تو فما في الحكم انتقل، كان من حكم التحريم إلى حكم الكراهية. ونحن نعلم أن أقسام الحكم الشرعي هي خمسة، أقسام الحكم الشرعي خمسة ترى: فرض وندب وكراهة حرام ثم إباحة، يعني خمسة. وكما في أصول الفقه: الفرض ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، مثل الصلاة هذه كفرض، إذا كان يجيبها الإنسان
يؤجر ويثاب إذا كان ما جابهاش يعاقب. ثم المكروه تحت الفرض وش يجي ما يقابله؟ الفرض يقابله الحرام، والمندوب يقابله المكروه، وفي الوسط هو المباح وهو ما استوت فيه الطرفان. إذا كان الصلاة فرض يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، فإن الخمر حرام يثاب تاركه ويعاقب فاعله. من هنا المستحب والمندوب كالنوافل مثلا، ركعتين نافلة أو تحية المسجد أو غير ذلك، فهي ليست فرض وإنما هي تحت الفرض، تعتبر ضمن النوافل. النافلة يثاب فاعلها ولكن لا يعاقب تاركها. يقابل المستحب يقابله المكروه. مثلا مكروه على الإنسان أن يقرأ القرآن في ركوعه، فلو قرأ القرآن مثلا في ركوعه هل فعل حراما؟ لم يفعل حراما، وإنما فعل ماذا؟ مكروها. ثم يأتي الحكم الأخير وهو المباح، وهو ما سوت فيه الطرفان، يعني لم يأتي فيه نص بالحرمة ولا نص بالإيجاب، كشرب الماء مثلا. شيخ ربي سموكني بسرعة. بالنسبة للمكروه، المكروه ما يثاب على تركه. اي نعم. ولا يعاقب على فعله. اي نعم. جبت مثال ان القرآن في الركوع. مثلا. نحن لا نقرأ القرآن في الركوع. اي نعم. يعني تعلمنا من الناس الكل لا يقرؤون القرآن في الركوع. هل هم مثابون على كل ركعة وهم لا يقرؤون فيها القرآن؟ الله أعلم. ما هم مثابون على ركوعهم وعلى صلاتهم، فاهمين؟ أما هل هم مثابون على عدم قراءتهم القرآن في الركوع؟ هذا بالمفهوم بتاع المكروه. المكروه من يثاب على تركه. نعم. يمكن أن نزيد ونقول يثاب على تركه حينما يدعى إليه مثلا، زدوها، حينما يدعى إليه يقول لا هذا مكروه لا أفعله، وبالتالي يثاب، وما هو إذا كان بطبيعته لا يفعله. فيما نحن في الصلاة ما نقولش مش يصبح له ثواب على تركه. يحب يعرف عليه ثم ثواب. كثير من الحالات الثواب والقبول لله سبحانه وتعالى. لا السؤال بالنسبه للمكروه، لان المكروه فيه ترك مش كما المستحب. المستحب تقول تعطي في تعمد في اصول الفقه يقابله المكروه. مش فاهمين احنا نحكي على ثواب ترك المكروه في اي حاله يصير هذا، يعني نرى في كل مكروه احنا تاركينه، المكروه تكون تاركينه، والا حينما ندعى اليها، والا تجي في وضعيه اللي انت ناس اخرين مش يعملوها وانت ما تعملهاش، لانها مكروه وبالتالي انت حجمت عن فعلها وقد فعلها اخرون بجنبك، وبالتالي انت بعباره اخرى اجتهدت وقمت بنوع من عمل جهد، لان الناس كلها فيها ولا الناس كلها دعت، هناك من دعاك اليها وانت ما عملتش، وقتها يجي الثواب ربما. قال: ويجوز النفل غير المؤكد والرواتب في الكعبة بأي جهة. باهي لهنا فهمنا حاجة، أن تحريم صلاة الفرض داخل الكعبة. تحبوا تكتبوا اكتبوها هذه. كذلك قال: يكره النفل المؤكد داخل الكعبة. النفل المؤكد يعني النافلة المؤكدة كما الوتر والفجر وهكذا. والشفع داخل. أي نعم. قال: ويجوز النفل غير المؤكد، يجوز النفل غير المؤكد والرواتب في الكعبة لأي جهة كانت. والدليل على ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة عام الفتح، فدعا عثمان ابن طلحة ففتح الباب، أنه الباب باب الكعبة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم
وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا فقال: صلى فيه. فقلت: في أي؟ فقال: بين الإسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى. به هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الحج. شيخ ربما الاستدلالات هذه متفوهة ولا كان الشيخ مصدقي ملها علينا وحنا نتفوه الاستدلالات. تحبوا تكتبوا الاستدلالات؟ مش مطلوبة في الكتاب وحنا مش نجيبها. به أبدو من يمنع الفرض في الكعبة، والدليل قوله تعالى: يمنع الفرض أو أداء الفرض في الكعبة أو في الحجر. أنا والحجر، حجر سيدنا إسماعيل. والدليل قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. والشطر الجهة، فيجب على المصلين أن يكونوا مستقبليها وإذا كان المصلي داخل الكعبة فإنه لا يمكنه إلا استقبال بعضها. تحبوا تزيدوا تكتبوا الدليل الثاني؟ دليل من السنة. دليل من السنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما، لماذا نقول رضي الله عنهما؟ هو وأبوه صحابيا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني أسامة قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت هنا يعني دعا في نواحيه كلها، ولم يصل فيه، حتى خرج منه. فلما خرج ركع ركعتين في
في قبل الكعبة. ما معنى قبل الكعبة؟ يعني أمام الكعبة. وقال هذه القبلة. هذا القسم الأول من الصلوات، وهي الصلوات المفروضة، محرم على الإنسان أن يصلي داخل الكعبة. باهي. ثانيا من الصلوات النوع الثاني، وهي الصلوات النافلة، ولكنها نافلة مؤكدة، لهنا مكروه. اكتبوا: يكره النفل المؤكد. القسم الثاني يكره النفل المؤكد كالوتر والعيدين والفجر داخل الكعبة. قال هنا: ويجوز النفل غير المؤكد. يجوز النفل غير المؤكد والرواتب في الكعبة لأي جهة. يعني النوافل العادية يجوز للإنسان أن يصليها ولو داخل الكعبة. ما الدليل على ذلك؟ قالوا: الدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة عام الفتح، فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب في زمن النبوة. كان مشرف في زمن النبوة، وقتها إنه كان هو عند المفتاح، كان مشرف هو الكعبة وقتها دعا في الفتح. الله أعلم. ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا
فقال صلى فيه. من الذي قال صلى فيه؟ بلال. بلال. فقلت في أي، في أي، إيش معنى في أي؟ أي جهة. فقال بين الإسطوانتين. قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى، فذهب علي أن أسأله كم صلى. رواه الإمام مالك والبخاري ومسلم. وقد حمل هذا الحديث مغلة القوة، وقد حمل هذا الحديث على النفل جمعا بينه وبين حديث النفل السابق إن كان يدل على النفل، إذ قد ذكر القرطبي أن أبا داود الطيالسي روى عن أسامة بن زيد قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ورأى صورا. ما معنى رأى صورا؟ يعني تماثيل أصنام. قال فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل يمحوها ويقول قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون. لأن في الكعبة فما صور في الجدران وفما تماثيل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل حطوا تماثيل ومحى صور. صور اللي هي كانت من بكر، كانت فصل الكعبة أكثر من 360 صنم داخل الكعبة ومحيطة بالكعبة. هل هدمها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر؟ لا. ماذا حطم؟ حطم الأصنام التي في قلوب العباد. في الفتح الشيخ ما خلال لا في بداية الإسلام أكيد. في بداية الإسلام ما عندوش القدرة بالشعب من هذا ولا ذاك، لكن لما فتحت مكة في الفتح حطم الأصنام كلها. لما قلت ما عندوش قدرة، سيدنا صلى الله عليه وسلم مؤيد من الله. فما مؤيد من الله فاهمين في هذه، وكان يستطيع ان يحطم الاصنام وان يحميه الله سبحانه وتعالى من بطش قريش هيك، ولكنه لم يفعل ذلك لحكمه ثانيه. علاه الحكمه؟ فربما حطم الاصنام يمشوا لديارهم ويعملوا اصنام اخرى ما عمل